كمان لسه مع متابعة تطورات فيروس كورونا عالميا وتحديدا فرنسا. هناك أنباء عن ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد على الأراضي الفرنسية. النهاردة استقبلت أغنيس بوزين وزيرة الصحة الفرنسية رعاية فرنسيين عادوا من أرض ووهان الصينية، مركز تفشي فيروس كورونا القاتل بقاعدة أستر الجوية بالقرب من مارسيليا بفرنسا. احنا معانا من مارسيليا عبر سكايب الأستاذ خالد شقير، الكاتب والمتخصص في الشؤون الفرنسية. مساء الخير واهلا بك يا استاذ خالد. مساء الخير استاذه ريهام، اهلا بحضرتك وتحياتي لكل فريق العمل وقناه سي بي سي، وشكرا على ثقتك. اهلا بك. قول لنا برضو يعني وصلتوا لكم حاله الان في فرنسا تم الاعلان عن اصابتها يا استاذ خالد؟ 6 حالات منذ اليوم الاول. كان هناك حالتين في باريس وحاله في بوردو، ثم بعد ان ارسلت فرنسا طائره حربيه لنقل رعاياها وصلت كما اشرت في الخبر الى مطار ايست الحربي على بعد 30 كيلو متر هنا، حيث احدثك عن مدينه مارسيليا، ليتم نقل 180 فرد اللي وصلوا على هذه الطائره الى كارلوي. كارلوي دي مدينه ساحليه وفي منتجع خاص بعيدا في البحر. تم عزل ال 180 وتم ارسال الحاله التي وصلت الى مستشفى لاتيمون، وهي من اكبر مستشفيات، لا تبعد عن هنا 5 دقائق حيث احدثك الان، والحاله تحت السيطره واجراءات يعني وقائيه مكثفه في ثاني افضل مستشفى في العالم وهي مستشفى لاتيمون. هل كل الحالات اللي اعلن عن انها مصابه بفيروس كورونا يا استاذ خالد، هل كلها قادمه من الصين؟ يعني أنا بشكرك على السؤال ده، لأن كما أشارت وزيرة الصحة الفرنسية أنيس بوزين قالت إن معظم الحالات هم فرنسيين صينيين، يعني بمعنى آخر رجل صيني وزوجته فرنسية، ويعني معظم الحالات كانت يا إما من أفراد الشعب الفرنسي لهم أصول صينية أو من العاملين الفرنسيين في الصين وفي المدينة المنكوبة. الوضع خطر ولكن ليس مقلق. كل الإجراءات التي تتحدث عنها وزارة الصحة تؤكد على خطورة الفيروس وسهولة انتقاله أستاذة ريهام، يعني المشكلة في أن الفيروس لا يظهر إلا بعد 14 يوم من الاحتجاز. طب سؤال، علشان كده هو سؤال هنا، إذا كان لا يظهر إلا بعد 14 يوم، لأنه في حد سأل لي فعلا هذا السؤال اليوم، قل لي ما أعلن عن يعني اللي بيتقال عندكم إيه وما قالته وزارة الصحة، إنه خلال ال 14 يوم إذا كان شخص حامل للفيروس ولكن مش ظاهر عليه ولا يعلم، هل هو معدي أم لا؟ وإيه الإجراءات في الحالة دي اللي بيتم اتخاذها، الإجراءات الاحترازية؟ يعني هما يعني هنا الاعلام له دور هام جدا. وسائل الاعلام الفرنسيه اظهرت هذا التشابه بين مرض الانفلونزا العادي اللي بيروح ضحيته من بين 5000 ل 7000 فرنسي في السنه، يعني بيتم وفاتهم من كبار السن او من الاطفال او من الناس الاكثر عرضه للاصابه او عندهمش مقاومه رهيبة. فمجرد الارتفاع في درجات الحرارة مع الحمى بينصحوا أي إنسان يصاب في هذه الفترة بأنه يتم عزله في المنزل، لأن سهل جدا أنه لو سلم على حد ينتقل هذا المرض من شخص إلى آخر، وده اللي جعل المرض ينتشر في أوروبا على فكرة. الوضع في أوروبا بشكل عام إيه بالنسبة للمرض؟ لأن زي ما حضرتك لسه بتقول أنه الفيروس بينتشر بشكل سريع. يعني هنا وكالات الإعلام أعلنت عن مثلا إصابة أحد الألمان، وتمت يعني عمل اختبار على هذا الرجل كيف كانت علاقاته، وأثبتت كل التحركات أن كانت هناك موظفة جاية من الصين في عمل قابلت مجموعة من رجال الأعمال الألمان، منهم هذا الشاب الألماني الذي أصيب بالحمى وثم شافوا بعد عادة الصين مرة أخرى، وأكدوا أن هذا الألماني استطاع أن ينقل
العدوى الى زميل له اخر، وهذا الزميل الاخر لم يقابل هذه المرأة الصينية، ولهذا تم تأكيد معلومة ان يمكن ان يصاب الانسان بهذا الفيروس نتيجة احتكاكه بالآخرين، مجرد سلام عادي، مجرد نفس يمكن ان ينتقل، وهنا هي الخطورة. على فكرة هناك اجسام مضادة يمكن ان تنتصر تلقائيا على هذا الفيروس، وهناك اشاد بموضوع الفيروس كورونا الشرق الاوسط الذي كان ظهر في المملكة العربية السعودية وتم التخلص منه تلقائيا، الا ان هذا الفيروس كما اشرت خطير في انه سرعه انتشاره، وبيقولوا انه من ضمن ال 200 حاله اللي تم يعني الاعلان عنهم في منهم ثلاثه او اربعه بس اللي ماتوا، يعني نسبه الاصابه لا تزيد عن 2 او 3% بتكون قاتله. والباقون كيف يتم علاجهم؟ يعني في فرنسا مثلا عندك يا استاذ خالد، ما هي الاجراءات التي يتم اتخاذها عند اكتشاف شخص مصاب بالفيروس، غير طبعا العزل، لكن سبل العلاج؟ والله هو سبل العلاج حتى الآن بيتم وضعهم تحت الحراسة الطبية المشددة والأمنية أيضا، وهذا ما يفسر وضعهم في هذه المدينة الساحلية أو الجزيرة كارليلوي، إنها بعيدة عن السكان، وهذا منتجع سياحي بعيد جدا منه للبحر مباشرة. فترة نقاها بيتم التعامل معهم وتغذيتهم، ولكن الذي يثبت أنه عنده بيتم عزله عن الآخرين في معدن، يتم وضع الماسكات وعدم التعامل معه لا بالسلام ولا حتى الكلام، خوفا من انتقال المرض الى حتى الطبيب المعالج، وبصفه خاصه ان هناك بعض من الاطباء المعالجين في دول اخرى تم وفاتهم نتيجه لهذا المرض. الامر جد خطير، ولكن يمكن التغلب عليه، وهنا ما يراهن عليه المختصون في مجال الطب في فرنسا على ان ايجاد مصل لهذا المرض وارد، ولكن نحن بحاجه الى الوقت، والوقت يصل الى عام تقريبا لايجاد مصل للانتشار او للانتصار عفوا على هذا الفيروس الخطير. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب والمتخصص في الشؤون الفرنسيه الاستاذ خالد شقير، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المعلومات، شكرا لك.